من مدينة سلقين، حاليا مدرب بمنظمة غصن زيتون، دارس معهد موسيقى. بداية الثورة صرت أغني للثورة ولكل المدن المحاصرة أمثال دارية والقصير، وظليت مستمر يعني وإلى الآن، لحتى من فترة قصة أبو يوسف أثرت على كل السوريين. قصة أبو يوسف هو يعني واحد من الأشخاص اللي شاف صورة ابنه وشاف صور المعتقلين فتأثر ومات الله يرحمه. فبهالفترة أنا كمان تأثرت جدا، فاتصلت في صديقي شاعر ظافر صدقة، بعت لي كلمات مباشرة، وأنا خلال ساعة لحنت الأغنية بكل المشاعر، ولقيت وقدمتها ولقيت صدى كتير كبير يعني. وأنا كفنان يعني للثورة، يعني فرضا علي أنه أقدم كل إمكانياتي من ألحان ومشاعر لوصل رسالة لكل العالم. أنا رح بدوري رح أعمل كمان، مو بس الأغنية اللي نزلتها هي تبعت هل رآه، في عنا كمان أغاني المعتقلين إن شاء الله رح أقدمها بها الفترة هي، ورح سمعكم جزء بسيط من أغنية بتحكي عن طفل بيقول من كلمات ظافر صدقة الشاعر حبيبنا. أيها الباقي هنا خلف قضبان الطغاة، يا شهيدا ظل حيا ظنه السجان مات، ظنه السجان يهزم حين يجلد بالكلام وبالسباب وبالصياط، حين يحرمه الأماكن حين يفرق